سبلينا سبيرولينا. لماذا سبيرولينا؟ يحتوي الجسم البشري على أكثر من 60 تريليون خلية. لإبقاء هذه الخلايا حية وصحية، يجب علينا أن نتزود بالماء النظيف والأكسجين الكافي وخليط متوازن من الغذاء. الماء والأكسجين أساسيان في البقاء على قيد الحياة، والغذاء المتوازن الحيوي يمنحنا الصحة الجيدة. الغذاء المتوازن يحتوي على 80% من المواد القلوية و 20% من المواد الحمضية. لسوء الحظ أن الكثير من الناس أهملوا أهمية الغذاء المتوازن ويدفعون الثمن غاليا بخسارة صحتهم. لنلقي نظرة لما يجري من حولنا. في المجتمعات المحمومة، النشاط الثابت للناس يؤدى بسرعة واستعجال، وعادة ما يتناولون الطعام المصنع المليء بالأحماض، وهذه الكميات الزائدة من الأحماض تؤدي إلى اضطرابات صحية كالإجهاد وعسر الهضم المزمن وفقدان التركيز والتهيج والتهاب وروماتيزم المفاصل. بدون الغذاء المتوازن، أجسامنا لا تؤدي وظائفها بالشكل السليم، ولا تتمكن من إعادة بناء أنسجة الجسم التالفة، مما يؤدي إلى عدم اكتمال امتصاص الغذاء وفقدان الغذاء المأخوذ من الوجبات. وحتما سيصبح قوامنا الطبيعي كثير الأحماض، مما يقود إلى اضطرابات صحية لا حصر لها. سبيرولينا هو خبر جيد لكل الذين يعيشون في هذه المجتمعات. سبيرولينا يحتوي على الطيف الغذائي المتكامل، ولديه قدرة استثنائية في تحسين قوة امتصاص الخلايا، فيساعد على امتصاص الغذاء بشكل فعال، ويحصن الجهاز المناعي في الجسم، وبذلك يساعد على المحافظة على أفضل طبيعة للجسم. مصادر سبيرولينا الفائقة منغمسة في أمنا الطبيعة. ما هو سبيرولينا؟ قبل ما يقارب 3.5 مليار سنة، وفي عمق المحيطات النظيفة، كان يزدهر كائن حي مجهري. ومع مرور الزمن، بقي هذا الكائن ينجو رغم التغيرات البيئية الكثيرة والإزعاجات المتسببة من الأشعة الفوق البنفسجية. ولغاية الآن، بقي يكتسب القوة بعد القوة من خلال ما يحتويه من المواد الطبيعية المضادة للأكسدة. مع هذه الأنواع المختلفة من الطحالب الطبيعية، أخذت الشكل الحلزوني، وأصبحت تعرف بالطحالب الزرقاء الحلزونية، وهي الخضار الأول على الأرض. اكتشافات سبيرولينا منحت الإجابة حول القلق العلمي لقضية نقص الغذاء خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يكن مستغرباً أن تجتذب هذه الطحالب الاهتمام في كل أنحاء العالم، وقد عرفت منذ ذلك الحين بمزاياها الطبيعية الجيدة. ففي عام 1974، وفي منظمة الزراعة والغذاء في الأمم المتحدة، أعلنت بأن سبيرولينا هو أفضل غذاء للمستقبل. وفي عام 1981، تمت المناداة بسبيرولينا كأفضل مكمل غذائي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وفي عام 1983، في معرض الغذاء العالمي بألمانيا، فاز سبيرولينا كأفضل غذاء طبيعي. إدمارك سبلينا سبيرولينا تزود 4 أصباغ طبيعية، وهي الكلوروفيل والبيتا كاروتين والفايكوسيانين وكسانثوفلس، وخمسة مغذيات رئيسية، وهي البروتين والدهون والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات.
استهلاك إدمارك سبلينا سبيرولينا بشكل يومي يضمن التزود المتوازن لاحتياجات الجسم الطبيعية للغذاء طوال اليوم، حقيقة أثبتت بواسطة 20,000 طبيب. كل ما تحتاجه هو 6 جرامات من إدمارك سبلينا سبيرولينا في اليوم، وسوف تستمتع بالبيتا كاروتين المعادل للموجود في 550 تفاحة أو 28 كأس من الحليب. وكمية من الفيتامين بي تعادل الكمية الموجودة في 16 علبة ساردين أو 20 حبة من الفلفل الأخضر. وكمية من الفيتامين بي 2 تعادل الكمية الموجودة في 47 حبة فراولة أو 420 حبة عنب. وكمية من الفيتامين بي 3 تعادل الكمية الموجودة في 8 حبات ليمون. وكمية من الفيتامين بي 6 تعادل الكمية الموجودة في 90 جراما من الخبز أو 4 أعواد هيليون. وكمية من الفيتامين إي تعادل الكمية الموجودة في 7 كؤوس من الحليب أو 5 قطع من الدجاج، وهو أيضا المصدر الأغنى بفيتامين بي 12 بكمية أكبر بمرتين ونصف من الموجود في كبد البقر، وهو بذلك مثالي للنباتيين. في هذا العالم لا يوجد مكمل غذائي يحتوي أكثر أو يساوي إدمارك سبلينا سبيرولينا.